السلام عليكم خوتي المغاربة اللي متبعين قضية أمين شاريز اللي معروف مدينة أكادير اللي قتلوا أصحابه وأصروا على ذلك الكلمة بأن مات مقتول ومغدور كما كلكم متبعين من نهار مات ولدي الله يرحمه اللي سمعتوا المكالمات اللي بيناتهم وكيتفقوا عليه واللي شفتوا الفيديو هو تيموت يعني كلكم عارفين شكون هو شاريز أمين الله يرحمه. أنا الأم ديالو وما هدرتش هذه 3 شهور ولا 4 شهور لظروفي الصحية، رغم ظروفي الصحية كنجي كل شهر من بعد الاستئناف. إلا عقلتو الحكم كان 27 شهر 8 من بعد الاستئناف، يعني دخلنا في المرحلة الاستئنافية نهار 14 أول جلسة 14 في شهر 9 اللي ما كيجي حتى واحد، جا واحد فيهم. ثاني جلسة كانت 23 في شهر 11 جاو جوج. ثالث جلسة اللي كانت نهار 28 في شهر 12 جا واحد فيهم، واحد الأب ديالو حط شهادة طبية، ودوك ثلاثة عمرهم ما جاو. ورابع جلسة اللي هي اليوم واحد في شهر 2 كيجيو جوج كما العادة، ما عمر جا حتى واحد. واش أنا ولدي مش يعني هاد الناس ما تبلغوش؟ ماشي مشكل، غادي نمشي نصيفطوها ليهم بيدينا وغادي نديرو عون قضائي وتمشي، ما كاين حتى مشكل. ولكن علاش علاش خرجوهم برا؟ ديجا راكم عارفين وسامعين بان ولدي مقتول ومغدور، وكل شيء الاوديو المكالمات المسربه والفيديو كاينين في مواقع التواصل اللي ربي يفضحهم وبيناتهم. راكم سمعتوا الو كل فيرسيون نقولوا طاح نقز، انت مالكش بابا تكلم مع الوكيل. يعني كلكم شفتوا ولدي كيخرخر تيموت، كلكم شفتوا تيقولي اي وكلها، هذاك اللي كيقول اي وكلها وكيصور ولدي. تصوروا انتم راه عارفين ما تعاقب حتى نهار، من نهار الاول داروا ليه سراح مؤقت من غير المتهم الرئيسي والبنت اللي تشدوا 5 شهور و15 يوم ولا 10 ايام وطلقوا نهار سبعة. يعني الحكم الابتدائي كان براءة للجميع. اللي كيزغرتو انا ولدي اللي ميت ليا، انا عييت، انا مريضة شكوى الله، ما بغاش نقول مريضة، ما بغاش نشكي على حتى واحد. انا عييت، انا كل شهر كنجي واحد يجي وجوج يجي ولا فاتوا جوج ثلاثة ما عمر جاو. علاش هاد الظلم؟ علاش ما يجيوش؟ هما صحاب كاملين، يعني نهار وقعت الجريمة كانوا مجموعين، علاش ما يجيوش؟ علاش؟ واحد غيقولها للآخر من طبيعة الحال، ولكن حنا ماشي مشكل. أنا ما كنلومش دابا المحكمة، أنا غادي نصيفط الاستدعاءات بعون قضائي. نهار الجلسة اللي غتكون الخامسة هي نهار 3 في شهر 1، عفوا نهار 1 في شهر 3. أنا عييت، أنا بغيت الحق لولدي، لا أطالب بشيء غير حق ولدي. بغيت العدالة لولدي وبغيت حق ولدي، بغيت الحق لولدي، بغيتهم يتعاقبوا ما يعيشوش عادي يتمشاو وأنا ولدي تحت التراب. أنا رضيت بقضاء الله وقداره، أنا رضيت بقضاء الله وقداره، أنا رضيت بهذا الابتلاء. ولدي عند الله سبحانه الله هو في أحسن بلاصة، وأمين مات مغدور، مات مظلوم، ما ماتش ظالم، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. لكن بغيت حاجة وحدة، العدالة. علاش هادو كيكونوا مطلوقين؟ علاش أنا كيجيو فيا ويجيبوني وأنا مرات صحت أنا عييت؟ أنا كنمشي ونجي كل شهر، كل شهر الشكايات اللي درت كاملين في مجلس الأعلى للقضاء، النيابة، رئاسة النيابة العامة اللي حطيت في الرباط، كل شيء درته، كل شيء درتو. الشكايات ديالي باقي ما تحركوش. كنسول فين وصلوا الشكايات ديالو، تيقولوا لي وصلت المرحله اللي مشيت نهار 13 في شهر 9 وكانت الجلسه الاستئنافيه نهار 14 في شهر 9. قلت لهم الله يخليكم الله يجازيكم بخير، فين وصلوا شكاياتي اللي درت من بعد الحكم وقبل الحكم؟ قالوا لي ملي كتوصل المرحله الاستئنافيه ما عندنا ما نديرو لك، شوفي مع الهيئه. واخا انا ما كنفهمش القانون، انا ام كنهضر ام، انا بغيت غير حق ولدي، انا ما كنفهمش. ماشي مشكل، الهيئه دابا فيما دخلنا اصلا ما عمر كانت شي جلسه، يعني رقم الملف شاريز امين وكنوقفوا، ما عمر تناقش لان ما كيجيوش، كاين يجيوش ما يمكنش يتناقش. انا في الابتدائيه طلبت غير هذوك داك المكالمات المسربه يتحطوا، طلبت قال لك كما كاميرات ما كاينينش،
انا مشيت معاون قضائي كاينين كاميرات بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج. انا عييت ولا اطالب بشيء والله ما بغيت شي حاجه من غير حق ولدي.